مستوى من النواحي التنظيمية. مراسلنا عمرو فهمي والمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. منذ تولي إدارة جديدة مسؤولية تسيير كرة القدم في إفريقيا، والعمل جار لتحقيق تقدم على مستوى تنظيم المسابقات، أمر يظهر من خلال تدشين مركز المباريات بالكاف الذي يتيح للإدارة متابعة كل صغيرة وكبيرة في مباريات مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد دون الاكتفاء بالممثلين الرسميين الذين يباشرون العمليات في الملاعب. مركز المباريات فكرة تداولها معي الأمين العام قبل أن نتولى المسؤولية بشكل رسمي. لقد ناقشنا مبكرا كل ما يمكننا تطويره، ورأينا أن هذا المركز سيمنحنا فرصة للحصول على تقارير مفصلة عن عمل منسق المباراة ومراقبيها ومسؤول الإعلام وحتى الجوانب الأمنية، وبالتالي سنستطيع الوقوف على كل الأمور التي يمكننا تحسينها. وكما تلاحظ فأجواء العمل هنا إيجابية للغاية، وكل شيء معد تقنيا حيث يمكننا متابعة 8 مباريات بشكل متزامن. متابعة المباريات من خلال المركز الجديد تؤدي بالضرورة إلى اتصالات مباشرة ومستمرة مع منسقي المباريات ومسؤول التسويق والرعاية والبث، ما يعتبر خطوة كبيرة نحو رفع مستوى البطولتين، خاصة بعد قرار توحيد أجندة المباريات الذي يجري العمل به هذا العام للمرة الأولى. نحن نبدأ من الداخل لتحسين جودة الإشراف على المباريات، وكذلك نمضي قدما في مشروع رخص الأندية المحترفة ورفع كفاءة الملاعب وتطوير أرضيتها، وكل هذا سيؤدي تلقائيا إلى رفع مستوى الرعاية، فكل شيء في كرة القدم مرتبط ببعضه البعض، ومن ثم أرى أننا بمزيد من العناية بالتفاصيل سنكون متجهين إلى الأمام. تحديات كبيرة أمام إدارة الكاف الجديدة، ولكن بوصلة العمل خلال الشهور الأولى ترجح أن السير في اتجاه التطوير. عمرو فهمي، بي إن سبورتس، مدينة 6 أكتوبر.